اكشن. انت مش عارف انا مين؟ البلياتشو، اهم واحد في السيرك اللي انتوا فيه ده. كات. قال لي رادي الصغير شخص ممكن تشوفه في وسط البلد، لو شفته تحس ان هو يعني لو وقفت في وسط البلد تجمعه من وسط الشباب، لان هو جدع وطيب وقلبه ميت ما بيسيبش حقه، ابن بلد قوي، جدع مع صاحبه. انا حسيت ان الشخصيه دي تلمس الناس اكتر، تعبر عن دلوقتي اكتر، تلمسني انا اكتر. انا حاسس ان انا موفق في اختيار السيناريو، يا رب يكون ادائي يعجب الناس ويا رب يبسط الناس. انا حامل اكشن وحامل كوميدي وحامل سسبنس وحامل كل حاجه، ومش هدي فرصه لحد ان هو يربطني في حته معينه. يا رب الفيلم يعجب الناس، انا هستنى اشوف رد الفعل الناس عند البلياتشو، وان شاء الله يعجبكم وعلى اساسه هنشوف الفيلم. انا بلعب في البلياتشو دور بنت اسمها فاتن، بنت عاشت طول عمرها في السيرك، اشتغلت واتولدت واتجوزت من السيرك. الظروف بتضطرها لان جوزها مطرب مغمور ان هما يطلعوا هما الاثنين بره السيرك عشان يقدر يلاقي فرصه. وانا بقرا الفيلم اول حاجه رعبتني جدا ان في مشهد بترمي عليا فيه خناجر، فقلت لعماد البهات طبعا طبعا يعني مش انا هتجيبه بديله. قال لي مين قال لك ان انا هنجيب بديله؟ انت اللي هتقفي وانت اللي هترمي عليكي. فقلت له يا عماد انت بتهزر. قال لي لا ما بهزرش، احنا جايبين لك واحد بروفيشنال هيرمي عليكي خناجر، يعني حد عالمي، فما تقلقيش خالص. انا دخلت السيرك بقى يوم التصوير انا مش قادره اشوفه وهو بيرمي على حد تاني مش عليا انا، فالرعب كان فظيع. قعدت بقى 3 4 ساعات سويت سويت، عندي طاقه فظيعه من الخوف ومن التنشنه، قعدت اطلعها لغايه الحمد لله الحمد لله ما في الاخر اخذنا الشوت، وهتشوفوه في الفيلم الشوت طالع حلو قوي الحمد لله. اسمه ماهر، وهو بيبتدى حياته بان هو لاعب خناجر في السيرك يعني. بعد كده بنشوف بيحصل تطورات مهمه في حياته يعني. بعمل البلياتشو مع عماد البهات وهيثم احمد زكي. التجربه بالنسبه لي تجربه جديده جدا، تجربه ما حضرنا لهاش كويس، بس الحمد لله طلعت زي ما احنا عايزين، لان كان الوقت ضيق جدا في التحضير، بس الحمد لله طلعت زي ما احنا كنا متخيلين يعني. البلياتشو بيودينا للسيرك، والسيرك ده حاجه يعني لوكال جدا او محلي جدا، كل الناس عارفينها وكل الناس شافوها وكلنا عارفين السيرك، مفيش غير سيرك واحد في مصر. فان انت تروح للسيرك وتقدم السيرك بشكل مختلف ده صعب جدا بالنسبه لمدير التصوير وبالنسبه للمخرج. البلياتشو بنحاول نقدم فيه فيلم مسلي، فيلم فيه دراما حركيه سريعه قوي، يمكن المختلف فيه شويه ان احنا بنحاول نخلي فيه شخصيات اكثر انسانيه ما فيهاش غربه عن المشاهد. كتير من الافلام اللي بنشوفها فيها حركه او فيها ايقاع سريع بنحس فيها بغربه كبيره قوي قوي، شخصيات ما نعرفهاش. ده فيلم فيه شخصيات احنا عارفينها كويس قوي. فيلم كتبته انا ومحمد الفي، ما بعد استغمايه قعدنا عليه كتبناه، خلص قدمناه للشركه العربيه، حبته جدا جدا مدام اسعاد، قدمت لنا دعم غير محدود في ان احنا نعمل فيلم كويس على مستوى الانتاج، على مستوى الدعايه، على مستوى ما بعد التصوير بوست برودكشن كله. ودلوقتي الفيلم موجود قدامكم، نتمنى ان يعجب. هو بيتكلم فعلا عن القهر، بس يعني تبونا الشخصيه بفرضها عليك عنوان انت بتفترضه داخلك ما قبل الكتابه. يمكن المين كاركتر اللي معانا في الفيلم هو هيثم او علي رضا صغير زي ما انت بتقول، لاعب ترابيز في السيرك، عنده معادلات وعالم واضح تماما جوه السيرك، بيضطر ظروف انه يخرج بره السيرك، فبيكتشف عالم من الغموض وعالم ملتبس للغايه. بنبدا نشوف رحله من عينيه هو بره. اتمنى انكم تشوفوها، انا عايز اسمعها منكم انتم، مش عايز احرقها دلوقتي.